أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من القاهرة على شاشة النيل، ودائما في حلقاتنا أبرز المستجدات على الساحة المصرية والدولية، ونفتح مساحة كبيرة للرأي والنقاش والتحليل مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو في حلقتنا لهذه الليلة. إذن رأس المال البشري هو المخزون الاستراتيجي لأي دولة تتطلع لبناء مستقبل أفضل، فكيف تعمل الدولة المصرية على الاستثمار في الإنسان باعتباره الهدف النهائي لكل الخطط والجهود التنموية؟ وفي حلقتنا أيضا وتحت شعار التعاون في عالم منقسم، المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ينطلق وسط أزمات عالمية غير مسبوقة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ بمجموعة وطائفة متنوعة من الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع جهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية، وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات التكميلية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تشمل الوقود الأخضر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المسال، وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر إلى الفرص الواعدة والإمكانات التي تزخر بها مصر في هذا المجال. من جانبه وجه السيد الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمرارا لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش، لا سيما ما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص. كما اطلع السيد الرئيس على الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاستثمارات، فضلا عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة الاقتصادية، خاصة إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر، وكذلك جذب الاستثمارات في الصناعات التكميلية والمغذية لتلك المشروعات. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الوقود الأخضر، وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة في عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه، والتي تدخل كمكون رئيسي في العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية.
كما وجه السيد الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها، فضلا عن استغلال إمكانات المنطقة خاصة موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، مما يوفر فرصا واعدة لتصبح مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها وترسيخا لمكانة مصر في الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة. ووجه السيد الرئيس أيضا بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية، وذلك في إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة في منطقة القناة. واتصالا بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة ما يتعلق بالطرق والمحاور، وجه السيد الرئيس بتطوير طريق السويس السخنة، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية وفصل الشاحنات الثقيلة عن باقي المركبات وتطوير مزلقانات السكك الحديدية على طول الطريق، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية في تلك المنطقة عن طريق تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والتكامل مع مدينة السويس الجديدة، وكذلك تسهيل الدخول والخروج بين تلك المناطق. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن دعوة الرئاسة الهندية لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين تعد انعكاسا للروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وتأكيدا لمكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة في 2023. وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلاء ملف المشاركة المصرية في اجتماعات مجموعة العشرين اهتماما خاصة، وأن تكون هناك مشاركة نشطة ومؤثرة في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وخاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي. أكد وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أن مؤتمر المناخ المقبل في الإمارات سيمثل فرصة للبناء على نجاحات مؤتمر شرم الشيخ. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري في فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة كمتحدث رئيسي في الجلسة المخصصة لتناول مخرجات مؤتمر كوب 27. إن أسبوع الاستدامة في أبوظبي منصة مهمة للغاية للتعبير عن التحول الملحوظ في ديناميكيات التحول الاقتصادي الاجتماعي البيئي في منطقتنا وفي كل دول العالم. هذا الأسبوع يتطلب أن نوضح دلالته، حيث أنه يعقد تحت عنوان متحدون بشأن إجراءات تغير المناخ باتجاه كوب 28، ولذلك نبدأ الرحلة لمؤتمر كوب 28 انطلاقا من كوب 27 إلى موطنه الجديد في كوب 28 في دبي بنهاية هذا العام. كذلك لجنة اتفاقية تغير المناخ تؤكد على أهمية عقد هذا المؤتمر في منطقتنا والانتقال في التعاون الدولي لتعزيز التحول وسياسات الاستدامة بالإضافة إلى الممارسات. وفوق كل ذلك فيجب أن يكون هناك قيادة مستدامة لمحاربة أزمة تغير المناخ من خلال مصر والإمارات العربية المتحدة التي لديها خطط واعدة وقصص نجاح توضح أنها على المسار الصحيح. وأشار شكري إلى أن من أهم نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ كوب 27 إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار، وهو ما عكس الإرادة الجماعية للدول المجتمعة في شرم الشيخ للتحرك وتوفير الدعم اللازم للملايين من الأشخاص الذين يعانون من تبعات تغير المناخ.
كوب 27 توصل إلى مجموعة من النتائج بما في ذلك خطة العمل الخاصة في كوب 27 والذي دعا إلى عدالة في تغير المناخ وكذلك مواجهة آثاره وتأثيراته السلبية، وأن يجب أن يكون هناك معاملة عادلة للدول من خلال الانتقال العادل وكذلك توفر سبل تنفيذ الإجراءات. كان هذا هو التزاماتنا من قبل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكل دول العالم، ولقد جعلنا كل هذه الجهود تبذل كي تنفذ كل جزء من هذا. في كوب 27 تحدثنا عن ارتباط سياسة تغير المناخ ودبلوماسية تغير المناخ، وأن نستمع إلى بعضنا البعض ودعوات للحصول على المساعدة من قبل المجتمعات التي يحتاج إليها، خاصة تلك المعرضة للخطر، ضحايا الأزمات بسبب تغير المناخ وتأثيراتها السلبية، وهؤلاء الذين يواجهوا مشكلات في كسب العيش بسبب تغير المناخ. ولذلك يجب أن نبدأ في التعامل مع أزمة تغير المناخ. كوب 27 كان أول كوب يضع التمويل وكذلك الاستجابة للأضرار والخسائر بعدما قامت الدول بتبني ترتيبات جديدة لتمويل الخسائر والأضرار من خلال وجود صندوق للتعامل مع هذا الغرض في شرم الشيخ. المجتمع الدولي كذلك قد انعقد لكي يلتزم بالتعامل مع طموحات ملايين الضحايا في باكستان وأفريقيا والجزر الصغيرة وكثير من الدول في العالم التي تواجه تغير المناخ. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق أكبر منصة تدريب لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة بقدرات الشباب المصري الواعد في تحقيق مستهدفات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الطموحة خلال عام 2023 ومضاعفة الخدمات والدعم المقدم للشرائح الأولى بالرعاية وتزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابعها وآثارها. وأوضح التحالف أن منصة تدريب متطوعي التحالف سوف تعمل على نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد في مصاف متطوعي التحالف وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم. وصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ضرباتها الأمنية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة وغش السلع بكافة أنواعها، وبخاصة جرائم غش الإنتاج الزراعي والإنتاج الداجني. تتواصل الضربات الأمنية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكافة أنواعها، بخاصة جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني. فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة في هذا الإطار، أسفرت جهودها عن ضبط مخزنين ومحلين وشركة وأربعة مصانع بدون ترخيص بالجيزة لتجارة وتصنيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية، بداخلهم قرابة 600 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر، وستة أطنان ونصف مخصبات وأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر. كما نجحت في ضبط ستة محلات ومخزن وشركة بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بإجمالي مضبوطات 49 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر، وقرابة 17500 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر. ونجحت الأجهزة الأمنية بنطاق مديرية أمن القليوبية في ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخله كمية تزن 42 طن مواد خام وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر و15 طن منتج نهائي مغشوش وبدون بيانات. كما تم ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بداخلهما 102 طن مخصبات زراعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. واستمرارا للحملات الأمنية بالقليوبية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع بدون ترخيص للمخللات بداخله 40 طن ونصف مستلزمات إنتاج مخللات مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة مصانع للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بدون ترخيص
بداخلها 122 طن ونصف أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها بدون بيانات. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 مخازن بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية ببني سويف، بداخلهم قرابة 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن البحيرة، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 6 شركات ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية، بداخلهم تم ضبط أكثر من 327 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و15 طن أسمدة زراعية بدون بيانات. وبنطاق مديرية أمن المنوفية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 شركات ومصنع للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بإجمالي مضبوطات تزن 327 طن أعلاف حيوانية ومخصبات زراعية بدون ترخيص. كما تمكنت الأجهزة الأمنية وبنطاق مديرية أمن القاهرة من ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية متنوعة وأكثر من 9 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بمصنعين وثلاجة بدون ترخيص. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أخرى تعمل في هذا المجال لتعديل اتفاقية الالتزام بهدف البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال سيناء البحرية. بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية والتوسع في البحث والتنقيب عن البترول ومشتقاته، جاءت موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أخرى تعمل في هذا المجال لتعديل اتفاقية الالتزام، ومن ثم يتسنى البحث والتنقيب عن البترول والاستغلال في منطقة شمال سيناء البحرية. وبموجب تعديل هذه الاتفاقية تستطيع الدولة المصرية التوسع في البحث والتنقيب عن البترول في مساحة تصل إلى 140 كيلومتر بمنطقة شمال سيناء البحرية. وخلال مناقشة مشروع القانون أشاد النواب بجهود الدولة المصرية في استغلال مواردها وثرواتها والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته ودعم الاقتصاد الوطني. المجلس وافق كذلك على عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية، من بينها الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل 5 لاتفاقية منحة المساعدة الأمريكية التي تم توقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة، وذلك بإضافة 13,050,000 دولار إلى المشروع. وكذا الموافقة على التعديل 3 لاتفاق التمويل الذي تم توقيعه بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، تحصل مصر بمقتضى على منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 ملايين يورو. البحث عن البترول ومشتقاته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية وغيرها من مناطق الجمهورية نهج تنتهجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، كما أن موافقة المجلس على عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول وكيانات دولية يأتي في إطار الحرص على دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية. من مجلس النواب محمود إسماعيل، النيل. أعلن وزير التموين علي مصلحي أن الوزارة تستهدف شراء نحو 4 ملايين طن قمح محلي خلال موسم القمح الذي سيبدأ منتصف أبريل المقبل. وخلال افتتاحه مكتب السجل التجاري بالغرفة التجارية بالقاهرة، أضاف المصلحي أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة تيسيرا على المواطنين ولرفع كفاءة وفعالية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل. بنسبة تصل إلى 60% وصل التطوير بالسجلات التجارية إلى هذا الحال، حال وصفه الكثير من الخبراء بأنه سوف يساعد في التحول الرقمي. فالأمر بات ميسرا للتجار للحصول على السجلات التجارية الخاصة بهم في مدة لا تتجاوز النصف ساعة، فالمشروع القومي للتحول الرقمي بات ملمحا رئيسا بالتموين خاصة بعد إنشاء السجلات الموحدة ودخول عدد من الخدمات الوزارية الأخرى. لأول مرة، وأنا بقول لأول مرة، يكون في مكان واحد كافة الجهات التي تعتني بالتجارة الداخلية والخارجية. ويمكن لما جينا مريتوا معانا
وشفنا كان اول مجموعه شبابيك، ثلاث شبابيك اولين كانوا الرقابه على الصادرات والواردات، وانا اعلم ده مع وزاره الصناعه. ثم بعد ذلك التوقيع الالكتروني والفاتوره الالكترونيه، وده جزء شغل وزاره الماليه. ثم بعد ذلك الضرائب. فبحسب الأرقام فإن التوسع في إنشاء تلك السجلات المميكنة قد زاد من قدرتها على التعامل لتصل إلى 3 ملايين معاملة بدلا من 1 مليون معاملة سنويا. احنا عندنا 108 مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية في 27 محافظة بإجمالي معاملات تصل إلى 3.4 مليون معاملة، وكان عدد المعاملات العام قبل الماضي يصل إلى 1.4 مليون، فاحنا نقدر نقول ان احنا وصلنا الى 3 أضعاف ما كان الامر عليه فيما يتعلق بعدد المعاملات. احنا وصلنا النهاردة بنسبة تحديث وتجديد لما يصل الى 55% من اجمالي شبكة مكاتب السجل التجاري. فالسجلات المطورة تحوي بداخلها كل المعاملات سواء كانت تجارية او مالية او القدرة على استخراجها من اي مكان طالما كان السجل مميكن. المركز هنا في كذا جهة للتعامل معها، سجل المستوردين، فاتورة الإلكترونية، السجل التجاري، الغرفة التجارية، وزارة الخارجية، البنك الأهلي. الخدمات الغرفة التجارية دلوقتي بقينا بنعمل نظام اللي احنا الشهادة بتطلع، بعد ما تطلع بتتحول اوتوماتيك خلاص بنحولها على مكتب السجل التجاري، بيقدر يصدر العميل الشهادة السجل التجاري بتاعه على طول تحويل اونلاين، يعني مجرد ان هو بيصدر الشهادة من الغرفة بيتحول اونلاين يطلع له السجل في نفس اليوم. وطبقا لما تم إنجازه في تطوير السجلات التجارية فإنه تم تطوير ما يصل إلى 60% من تلك المكاتب، والمخطط يؤكد الوصول إلى نسبة 80% العام المقبل. رمضان الشحات، النيل. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية، وتناولت عدة محاور منها أسباب ونتائج التفكك الأسري وآلية إدارة حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة لمناقشة أهم النقاط والمحاور الخلافية بقانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة عليها أيضا. الجدير بذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المختصين من كافة التيارات المختلفة وأعضاء التنسيقية حول القضايا التي سيتم طرحها على أجندة جلسات الحوار الوطني. نظمت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته في 25 من يناير الجاري وحتى 6 من فبراير المقبل بأرض المعارض. وتحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف في الدورة 54، إضافة إلى المبدع الراحل صلاح جاهين وهو شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني كشخصية معرض الطفل. تم الإعلان عن الدورة 54 من 25 من يناير الجاري الافتتاح بشكل رسمي، وبعدها ب24 ساعة يكون الافتتاح للجمهور. هكذا أعلن موعد النسخة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بحضور وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للكتاب. يشاركنا هذا العام 1047 ناشرا من مصر والبلدان العربية والأجنبية. يشاركنا أيضا 53 دولة، من بينها دول تنضم إلينا للمرة الأولى إما بأروقة في المعرض أو في الفعاليات الثقافية، من بينها المجر والدومينيكان والأرجنتين وكولومبيا. المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض هذا العام، وعلى لسان سفيرها بالقاهرة جاءت إشادتها بالمشاركة والتي تضيف زخما للعلاقات الثقافية بين البلدين. عدد دور النشر الأردنية المشاركة هي 28 دار نشر، منها 15 دار متواجدة و13 دار بالتوكيل. يشتمل البرنامج الثقافي على مشاركة 85 كاتب وشاعر وشاعرة وناقد وأكاديمي وأديب من الأردن ومصر، توزعت حضورهم على 27 فعالية ما بين 23 ندوة ومحاضرة وأربع عروض مسرحية وقراءات قصصية للأطفال. معا نقرأ نفكر ونبدع شعار المعرض هذا العام في
في دلالة على رسالة تنويرية ممتدة منذ ما يتخطى 50 عاما كنبع ينهل منه عشاق القراءة والأدب. معا نقرأ نفكر نبدع هو شعار المعرض هذا العام، وهو شعارنا الثقافي للجمهورية الجديدة، بدأ من معا والتي نحتاج لتطبيقها ونحرص على بقائها، فمصر تبقى خالدة ورائدة ومنارة للعالم حين فقط نكون معا. وفقا لهذا المؤتمر الصحفي، أقل من 10 أيام تفصلنا عن انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بضيافة شرفية من المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يعد الرافد الثقافي الأهم على المستوى العربي والإقليمي بفعالياته وإصداراته التي تلامس الوجدان والعقول لكل الزائرين من مختلف دول العالم. من مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، سارة متولي، النيل. أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في مكافحة التطرف وتوحيد صف الأمة. وبحث السوداني خلال لقائه اليوم وفدا من الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين الذي يزور العراق حاليا، بحث معه سبل مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز السلم والتعايش الإنساني. ومن جانبه أعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام عن تقدير المجلس للشعب العراقي الواحد بكافة مكوناته، مشيرا إلى أن الشعب العراقي استطاع بوحدته وتكاتفه الانتصار على الإرهاب والفتنة، ومؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين مجلس حكماء المسلمين والمؤسسات العراقية من خلال برامج متنوعة ومشاريع مشتركة من أجل تعزيز الأخوة الدينية والتعايش الإنساني محليا ودوليا. قال أحمد عيسى وزير السياحة والأثار إنه تم العثور على 26 كشفا أثريا جديدا خلال عام 2022، مؤكدا أنه سيتم زيادة المخصصات المالية للمشاريع الأثرية في السنة المالية الجديدة. كما أشار الوزير خلال كلمته في الاحتفال بعيد الأثريين مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، أشار إلى جهود الأثريين المصريين في الاكتشافات التي تمت مؤخرا وعمليات الترميم الأثرية. احتفالا بعيد الآثريين، أقامت وزارة السياحة والآثار حفلا فنيا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا بحضور وزير السياحة والآثار وأمين العام المجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات وزارة الآثار ورواد العمل الأثري. اعتبارا من 2007 احنا بنحتفل بعيد الآثريين حتى سنة 2023. الحمد لله احتفال هايل. النهارده دايما بتستضيفنا دار الأوبرا المصرية، بنجيب أغلب العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سواء أثريين مرممين، وكله بيلتقي في حفل وعرس هايل. الحقيقة حاجة مبهرة جدا لكل أثري مصر، بنتكلم على إنجازات المجلس الأعلى للآثار وكل الاكتشافات وكل الترميم وكل الإنجازات اللي تمت بأيادي مصرية خالصة. تكريم الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار للأثريين ده نشان على صدر كل أثري موجود في مصر كلها، إن دليل على اهتمام الدولة واهتمام القيادة السياسية بتكريم الأثري والحفاظ على اللي هو بيحافظ على تراث مصر اللي هي كنوز اللي هي لا تقدر بثمن. عشان كده العالم كله بيجي عشان يشوف هذا التراث، يشوف هذه الكنوز موجودة في مصر، يبقى لازم القائم على كده على هذه التراث لازم أن يكرم. عشان كده بيجي عيد الأثريين ده تكليلا لجهود الدولة والأثريين في وقت واحد على الجهد المبذول في هذا المجال. قام وزير السياحة والآثار خلال الحفل بتكريم عدد من قيادات ورواد العمل الأثري لما قدموه في مجال السياحة والآثار. فرحانة بالتكريم النهاردة في عيد الأثريين بعد شغل 36 سنة في مجال الآثار، وأخيرا من 6 سنوات مدير عام المتحف المصري. الحمد لله المتحف المصري بيشهد تطور كبير قوي في العرض داخل قاعة المتحف المصري في الطابق الأرضي وأيضا الطابق العلوي، وكل زائر المتحف المصري اللي بيدخلوا هيلمسوا هذا التطوير اللي بيحدث في المتحف المصري. الحمد لله رب العالمين، ده شيء يسعدني جدا وشيء انا افتخر بيه جدا يعني، والحمد لله رب العالمين يعني. خلال الفتره اللي فاتت قدرنا ان احنا نقدر عصابات تنقيب متخصصه في التنقيب عن الاثار، الحمد لله بفضل الله قدرنا ان احنا
نحافظ عليها وان احنا نعمل نمسكهم. وتمام الحمد لله رب العالمين، الحاله الامنيه عندنا كمنطقه الحمد لله رب العالمين تمام. ياتي ذلك بمناسبه عيد الاثريين الذي يوافق 14 من يناير من كل عام، حيث شهد هذا التاريخ عام 1953 بدايه تمصير مصلحه الاثار بعد ان ظلت لسنوات طويله حكرا على الاجانب منذ اسره محمد علي حتى ثوره يوليو عام 1952. منذ 70 عاما حمل الاثريون المصريون لواء الاثار المصريه لتاتي هذه الاحتفاليه وتؤكد على قدرتهم في الحفاظ على تاريخ مصر ومقدراتها. منذر وضوح النيل.